هذا بشأن السعودية دكتور حكم؟ يعني أنا سأعتمد على المواقف التي أطلقتها السعودية بشكل علني. يعني أنا قلت في الإجابة السابقة أنه كان هناك مطالب للسعودية. السعودية أعلنت بشكل صريح وواضح عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية بأنها لن تطبع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي إلا بعد أن يكون هناك حل دولتين. الآن استخدمت مصطلح أنه مسار لحل الدولتين، يعني هذا تعرفين أنه في المصطلحات طبعا يمكن أن يكون شيء من يا صح التعبير الضبابيه الى حد معين. لكن انا اريد ان اقول فيما يتعلق بموضوع السعوديه، وهنا انا يعني اريد ان من خلال هذا الجواب ان اطرق يعني جرس الخطر كما يقولون بالنسبه الى ما تفضلت في البدايه حول موضوع شرق اوسط جديد. يعني الشرق الاوسط الجديد يعني الغاء لكل ادوار الدول في المنطقه سواء كان عربيه او اسلاميه. هنا اعود لاطلع المشاهد على هذا الموضوع. أعود إلى موضوع الشروط للسعودية. السعودية عندما طلبت منها الولايات المتحدة الأمريكية تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي اشترطت عدة شروط، منها موضوع النووي، منها موضوع أن يكون هناك حماية أمنية، طبعا حماية أمنية وعسكرية وحتى دعم اقتصادي إلى آخره إلى آخره. لكن الإسرائيلي رفض. الإسرائيلي أنا أعود وأركز على موضوع النووي، هو رفض أن يكون هناك برنامجا نوويا سلميا مدنيا للسعوديه. الان طيب اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه والاسرائيليين يقولون انهم يهاجمون البرنامج النووي الايراني لان ايران تريد تصنيع اسلحه نوويه، طيب لماذا لا تقبل بان يكون لدى السعوديه برنامجا نوويا سلميا؟ انا ساقول لك من النهايه والقول الفصل في هذا الاطار، ان ما يدعى عن ان ايران ستصنع اسلحه نوويه هو كذبه كبيره جدا جدا جدا، لان الهدف ليس موضوع السلاح النووي. لأنه إذا كان الهدف السلاح النووي كان يمكن أن يعود إلى الاتفاق النووي، وإيران ملتزمة بنسبة تقسيم 3.67%، وبمعنى آخر أن يعني إسرائيل مستحيل، إيران مستحيل أن تصنع السلاح النووي مستحيل. فإذا أين المشكلة؟ ما هو الهدف؟ الهدف لكن الأخبار أن الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الجديد الذي يجب أن لا يمتلك التقنية النووية والطاقة البديلة والطاقة النظيفة وكل الإمكانيات في هذه المنطقة إسرائيل فقط، وبالتالي